هل أنت مع تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة؟ لا لماذا؟ لا خلاص ما اقول لا يعني لا. طيب ماشي موافق. انا بخاف اشوف منك اهو. لا 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 مش خوف مش خوف، ده حسم يا محمد. انا معاك. نعم. جدا أشكرك. وهو ايضا اشكرك. وهو ايضا. طيب ماذا تقول الذين يريد يا فندم في بعض النواب وبعض الاعلاميين طلعوا وقالوا بالدم احنا مره اخرى نريد في مد فتره الرئاسه؟ الاجابه نعم. انا لست من طابور المداحين والكورس. السؤال اللي بعده. اشكرك.